الحمد لله وكفى، سلام على عباده الذين اصطفى، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على النبي المجتبى وعلى آله وصحبه ثم من اقتفى. أما بعد، عباد الله، الناس عموما أربعة أنواع مع القرآن، فأولهم الماهر فيه الذي يجيد تلاوته، يعرف المخارج والصفات ويدرك المعاني والآيات، فذلك ماهر فبشرى له. فالماهر في القرآن كما أخبر النبي العدنان عليه أفضل الصلاة والسلام مع السفرة الكرام البررة، أي مع الملائكة، ذاك الذي هو ماهر في تلاوة القرآن. وأما الصنف الثاني فهو الذي يقرأ لكن هو شاق عليه، يقرأ ولا يجيد قراءته، فيسقط في بعض الأحكام وفي بعض ما يمكن أن يوصف من مخارج وصفات فيتتعتع، فهذا له أجران كما أخبر النبي العدنان عليه أفضل الصلاة والسلام. والذي يتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران، أجر المشقة وأجر التلاوة. وأما النوع الثالث فالأمي الذي لا يجيد القراءة ولا يعلم الكتابة لكنه محب لكتاب الله، سامع له، منصت إليه في المذياع، في الشاشة، في الهاتف، يطلب من أولاده أن يقرأوا له، من أقاربه أن يتلوا له، فهذا قد بشره أهل العلم بأن له بإذن الله برحمة الله من الأجر ما للقارئ لأنه أمي ومعذور بذلك. وأما النوع الرابع فهو نوع لا يقرأ كتاب الله لا في رمضان ولا في غيره من الشهور، يهجر كتاب الله عز وجل. وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هجر كتاب الله. وهناك من يفتح في رمضان ليدعه طيلة السنة، فهذا هجران. وقد ذكر غير واحد من المالكية بأن أكبر عدد وأطول مدة لختم القرآن هو 40 يوما. ألا يا من لم يفتح كتاب الله ولم يتشرب من معينه الزلال العذب الصافي، احذر أن تدخل في الهجران. الأترجة والتمر والريحان والحدجة، هذه نباتات وفواكه شبه بها النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأنواع، فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث المخرج في الصحيحين البخاري ومسلم، قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، أترجة فاكهة بحال التفاح، ريحها طيب وطعمها طيب، عند الريحة ديالها من بعيد كتشمها والطعم ديالها لذيذ، هذا هو المؤمن اللي كيقرأ القرآن. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن، مؤمن لكنه لا يقرأ القرآن، كمثل التمرة، فالتمرة لا ريح لها لكن طعمها حلو لأنه يتعظ بالقرآن، يفهم القرآن، يسمع القرآن، ولكنه لا يتلوه لعذر له في ذلك. وأما الثالث فمثل المنافق الذي يقرأ القرآن، هذا منافق لكنه يقرأ القرآن، هذا مثله مثل الريحانة نغم نفاقه، يتلو القرآن، هذا كالريحان نبات، هذا النبات
القرآن لكن مذاقه مر. وأما المنافق الذي لا يقرأ القرآن فذاك مثل الحدجة، والحدجة معلومة على أنها مرة شديدة المرارة لا ريح لها لكنها شديدة المرارة، حتى أنها إذا وضعت في القدم وصل حرها ومرارتها إلى الحلق. فذاك المنافق الذي لا يقرأ القرآن. عباد الله، شهر الحسنات، نكونوا أذكياء. رحنا هذا الشهر هو شهر ديال رفع الرصيد السنوي، حرف حسنة وحدة، حرف والحرف والحسنة بعشر أمثالها، حرف من القرآن بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. إذا شفنا العدد ديال حروف القرآن راه غتزيد على ثلاثات الملايين حسنة لختمتي القرآن، أكثر من ثلاثة المليون حسنة إذا ختمت القرآن. والله يضاعف لمن يشاء. ألا تحبون أن تكونوا من أهل الله؟ ألا تحبون أن تكونوا من خاصة الله؟ نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: أهل القرآن أهل الله وخاصته. ألا تكونوا من تلات كتاب الله، من قرائه، من المداومين على النظر وإلى النظر فيه، تنالوا هذا الأجر الوفير والخير الكثير. اللهم اجعلنا من الذين يقرؤون كتاب الله آناء الليل وأطراف النهار. اللهم اجعلنا من الذين يختمون ختمات عديدة في شهر رمضان. اللهم اجعلنا من قراء كتابك العالمين به، العاملين بما فيه، النازلين عند حدوده، المقيمين له في حياتهم يا رب العالمين. ثم صلوا وسلموا على من أمرنا بالصلاة والتسليم عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم على الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى الصحابة الأنصار منهم والمهاجرين، وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وأيد بدينك ولدينك أمير المؤمنين الملك محمد السادس. اللهم أرِ الحق حقا وارزق اتباعه، وأرِ الباطل باطلا وارزق اجتنابه، واحفظه في ولي عهده وقر عينه به وفي سائر أفراد أسرته وشعبه، وارزق اللهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدل على الخير وتعين عليه يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في مقام هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا وأن فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تعلم ذنوبنا فاغفرها. اللهم اغفر ذنوبنا في هذا الشهر الفضيل. اللهم اغفر ذنوبنا في شهر رمضان. اللهم اجعلنا من عتقاء النيران في شهر رمضان. اللهم اجعلنا من عتقاء رمضان في كل ليلة من ليالي رمضان. اللهم لا تمر هذه الأيام إلا وذنوبنا مغفورة وأجورنا مجزولة. اللهم ارفع درجاتنا في رمضان. اللهم كما أنعمت علينا بإدراك رمضان فاجعلنا من عتقاء رمضان. اللهم كما مننت علينا بأن نصل إلى رمضان ونعيش أيام رمضان، فاللهم تقبل منا الصيام، اللهم تقبل منا القيام، اللهم تقبل منا ختم القرآن، اللهم قونا على فعل الخيرات في شهر رمضان. اللهم اغفر ذنوبنا واغسل حوبنا وتجاوز عن سيئاتنا. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا. اللهم اجعلنا إخوانا على سرر متقابلين. اللهم ارفع الشحناء والدغناء بيننا. اللهم ارفع الحقد والغل والنميمة بيننا. اللهم اجعلنا قلوبا صافية نقية تقية. اللهم اجعلنا مخموم القلب صدوق اللسان فعالين للخير آناء الليل وأطراف النهار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.